الآن مع أخبار الأحوال الجوية والطقس مع رجاء رمزي. شكرا رغدة، شكرا هبة. مشاهدينا، توقعات النشرة الجوية نتابعها في هذه الوقفة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وأيضا شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. طبعا نبدأ بالقاهرة العظمى، فيها 23 صورة فيها 10 طقس معتدل. الإسكندرية العظمى فيها 19 صورة فيها 11 طقس معتدل أيضا. مطروح 19 12، بورسعيد 20 11، الإسماعيلية العظمى فيها 23 الصغرى فيها 11 طقس معتدل. أما السويس العظمى فيها 23 الصغرى فيها 11، العريش 19 11، طابة 24 16، أما شرم الشيخ فيها 26 العظمى فيها والصغرى فيها 16 طقس معتدل. الغردقة 26 العظمى فيها الصغرى فيها 17. أما الأقصر 24 16، أسوان 37 16، الوادي الجديد 29 17، شلاتين 26 14، أخيرا حلايب العظمى فيها 29 أما الصغرى فيها 15. مشاهدينا الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع